قلنا قدر المستطاع لما نكون فاضيين ندعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم بيديك وقلكم، إن شاء الله مجتمع وإهل كويسين، إن شاء الله أمور بتصير للأحسن. كمان شوي حأذن صلاة الفجر، حنصير 4:10 طبعا، بعدين بنصير 5:10 5:11 5:12 2023 2033 2055، بعد 300 سنة احنا واولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا، الله يطول في اعماركم، كلنا في الجنة بنكون كلنا. واللي بيكونوا هون في الدنيا بيدعوا لنا، لما الدعاء بيدعوا لنا الدعاء بيدعوهم، احنا بتترقى ارواحنا فوق، الجنة فوق عند ربنا، جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال احد. لما نكون فاضيين قدر المستطاع احسن في شيء نسويه انه احنا ندعي، لانه الدعاء هو احسان لجميع الناس العايشين، الله يشفيهم من جميع الأمراض، وللميتين الله يرقيهم أعلى جنات الخلد والفردوس. فهذا أن الله يحب المحسنين، نتذكر أن الله يحب المحسنين، أن الله يحب المتقين، أن الله يحب الصابرين، أن الله يحب المتطهرين. أكرمكم عند الله أتقاكم. قدر المستطاع لما نكون فاضيين ندعي ندعي ندعي، أهم شيء ندعي. الدعاء بغير القدر، وممكن العالم يتغير، لأنه قلنا لو في العالم هذا صار فيه محبة، المحبة أساس كل كل شيء، والمحبة هي علاج لكل الأمراض، أمراض البشرية، أمراض الصحية، أمراض الاجتماعية، أمراض الدينية، المحبة أساس كل شيء، كل الأديان أساسها محبة. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عما سواك، إنك أنت أرحم الراحمين، أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر إفضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم. سلم بديك وقلكم، ما شفناكم بالعين منشوفكم بالقلب، ما شفناكم بالدنيا منشوفكم بالجنة. وأنا أكثر واحد لازم أضبط من نفسي، قلنا نفس الأمارة بالسوء نخليها نفس مطمئنة ونفس خاشعة، الله المستعان. وإحنا ربنا شرفنا أنه إحنا أشرف المخلوقات، خلى إبليس والملائكة وكل الأشرف الناس اللي هم فاكرين حالهم هم أعلى شيء، خلاهم أسجدوا لآدم. طبعا هم تكبروا على الله في بعض منهم، ومنهم إبليس اللي هو كان رئيس الملائكة. فاحنا دائما لازم ما نتكبر على الله، الله احسن واعظم واول واخر، واول اولويه واخر مشروع، اول حب ونجاح وفرح وتوفيق ونعمه، انه احنا نحصل لحب الله ورضاه. كيف؟ ان الله يحب المحسنين، انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. نظبط نيتنا، انا اول واحد لازم اظبط من نفسي. سلم يديك لكم، بحبكم جميعا، نجاحكم في الدنيا والاخره هو نجاح لي انا في الدنيا والاخره. قلنا بعد 300 سنه 400 سنه احنا واحفادنا واولادنا واحفاد احفادنا كلنا بالجنه. أكرم الله عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إحنا أكرم واحد فينا اللي هو بيكون تقي، تقي بأخلاقه. سلم بديك وقلكم، هذا اللي حيفيدنا، هذا مشروع حناخده معنا، مش بس الفلوس والأبراج والعلوم والمصانع والشهادات اللي عنا إياها. الله يحفظكم جميعاً.